هينتقل لموضوع آخر وموضوع هام جدا الحقيقة. في أجواء من الاستقرار والتنمية مستمرة في محافظة شمال سيناء، والحالية متمثلة في استكمال عودة المواطنين لقرى الشيخ زويد وزيادة التعويضات بنسبة 50% على قيمة التعويضات اللي قدرتها اللجان. ده بالنسبة للمباني المهدمة جزئيا، والمباني دي كل هيحصل أصحابها على تعويض بنسبة 100%. معانا دلوقتي على التليفون اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني خطوة إيجابية وتسعدنا جميعا. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن عملية تنفيذ خطة عودة المواطنين لقرى الشيخ زويد بعد إجراء عملية التطهير والتطوير كمان. خلينا نعيد الفضل لأهله، يعني ومن خلال القناة الأولى نوجه تحية شكر وتقدير إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة اللي موجودين في محافظة شمال سيناء على المجهود الجبار اللي بيبذل عشان نوصل في الآخر إلى اللي احنا موجودين عليه. بكل تأكيد يا فندم، احنا طبعا أهالينا في منطقة الخروبة، ودي أحد قرى الشيخ زويد، وهي ما بنقول قرية في توابع لهذه القرية، وقرية الخروبة دي بيتبعها 14 تابع برضو على يعني على أحجام محددة. يعني احنا الناس ديت انضروا من المواجهات الأمنية اللي كانت بتتم بين الأجهزة الأمنية وبين العناصر التكفيرية، والحمد لله القرية بالكامل. امبارح كان يوم عيد وفرح بالنسبة للقرية في عودة أبناء القرية إلى منازلهم وإلى مزارعهم، ودي أهم حاجة، يعني اللي بتعتبر أهم من المنازل المزارع، لأن منطقة الخروبة دي كانت منطقة مشهورة بأجود أنواع الزرع، الزيتون واللوز، ويعني عديد من أنواع الفواكه أو الزراعات كانت موجودة في منطقة الخروبة. فالناس سعيدة جدا بعودة إلى مزارعها نمرة واحد، ثم إلى مساكنها نمرة اثنين. احنا طبعا هذه المواجهات نتج عنها حاجات كتير، يعني تدمير في بعض المنازل، قد يكون تدمير جزئي او تدمير كلي. وخلينا اقول لحضرتك ان احنا لغايه دلوقتي يعني حوالي 4 مليار جنيه تم تسليمهم الى اهالينا في رفح والشيخ زويد كتعويض عن الخسائر اللي هي حصلت. وانا بقول ان انا شخصيا عارف كويس قوي ان حجم التعويض برضو غير كافي لإعادة ما تم تدميره، ولكن انا بعتبرها بداية. ووجه برضو تحية شكر الى يعني منظمات المجتمع المدني، لانهم فعلا في جمعيات كبيرة ومش عايز اذكر اسماء، يعني بتساعد اهالينا في استعادة الكفاءة، سواء بقى عن طريق الابار، عن طريق الاسقف للمنازل اللي ممكن تتسقف والناس تسكن فيها. يعني كل الجهات شغالة في هذا الاتجاه. هو يوم عيد يا فندم زي ما حضرتك قلت. تمام، وفعلا يعني الناس جاية وبتقول ان هي لا يعني عايزة تقعد كده في الطل، بس يبقوا قاعدين في ارضهم وفي اماكنهم اللي هم اتربوا فيها واتولدوا فيها كده ان شاء الله. يمكن سياده اللواء الفضل في ده زي ما حضرتك ذكرت في البدايه يعني جهود قوات الشرطه والجيش المصري، يعني بنتكلم على حق الشهيد واحد وحق الشهيد اثنين، مرورا او انتهاء بالعمليه الشامله سيناء 2018 اللي بدات 9 فبراير. ويمكن انا كان ليا الحظ ان انا اكون موجود في يوم 12 فبراير مع انطلاق العمليه الشامله سيناء 2018، وشفت الحال هناك كان عامل ازاي، وشفت المواجهات اللي كانت
بتتم، يمكن كانت يعني المواجهة هناك هي مواجهة ليست وجها لوجه، كانت يعني عبوات ناسفة بيتم وضعها، كانت قناصة، والحمد لله قدرت الأجهزة الأمنية سواء كانت جيش أو شرطة للتصدي ليها وتطهير سيناء. فالحمد لله اللي احنا وصلنا له ده نتيجة الأجهزة الأمنية وجهودها، وأهالي سيناء أيضا اللي كانوا بيعاونوا قوات الجيش والشرطة. والنهاردة الحمد لله اتحقق النصر ورجع الأهالي مرة تانية، لكن عاوزين نعرف إزاي بيتم تقنين وضع الأبنية المهدمة، وهل في لجان بتتولى هذا الأمر؟ طبعا احنا مشكلين لجان، وكان صادر بتشكيل هذه اللجان من ساعة من بداية الأعمال المواجهة دي الأمنية، كان صادر قرار بيها من السيد رئيس مجلس الوزراء، واحنا ماشيين على هذا القرار، وفي لجان متشكلة، واحنا بيبقى عندنا نوعين من التعامل في المباني، مباني تم هدمها هدم كلي، ومباني فيها خسائر جزئية، بيحصل عملية تقييم للمباني اللي هي فيها هدم جزئي، انما الهدم كلي ده خلاص البيت كله بيتعوض صاحبه عنه وبياخد القيمة بتاعته. وانا بأكد تاني وانا اهلنا يعني في شمال سيناء سامعيني، ان انا عارف كويس قوي ان قيمة التعويضات رغم كميتها الكبيرة، انا بقول احنا صرفنا لغاية دلوقتي تعويضات وحاجات حوالي 4 مليار جنيه، ولكن احنا بنقول ان دي بتبقى البداية، وان شاء الله الدولة بقى هتتدخل في بناء اسكان في مختلف المناطق، عمارات منفصلة او بيوت بدوية منفصلة لصالح اهلنا في سواء في رفح او في الشيخ زويد. واحنا دلوقتي يعني على مشارف ان شاء الله ان احنا نستلم مدينة رفح الجديدة، حاجة بقى عملاقة 10660 شقة، حوالي 400 منزل بدوي، يعني حاجة إن شاء الله مشرفة، إن شاء الله تبقى القناة الأولى على قمة القنوات التلفزيونية اللي تنقل الشكل اللي موجود عليه مدينة رفح الجديدة. إن شاء الله يا فندم، وده شرف لينا الحقيقة اللي احنا نكون موجودين وننقل الجهود اللي حضرتك بتقوم بيها، والأجهزة أيضا الأمنية بتحققها بأمن وأمان واستقرار في شمال سيناء. سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.